إذن مشاهدينا متابعينا الكرام الأفاضل، لا زالت التحديات متواصلة والأشواط متواصلة، شوطا يليه الشوط الآخر. أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير ومحبة. انطلق وعلى بركة الله الشوط الثالث للإبكار المفتوح من المسافة وهي 5 كيلومترات، هي رحلة البداية من السباق الثاني ضمن سباقات موسم الطائف لعام 2024. نبدأ وإياكم ونستعين مع مقدمة هذا الشوط ومع المركز الأول من يتقدم وينطلق مع صدارة هذا الشوط. هنا ينطلق شعار سعيد بن جابر بن عبد الله الحربي مع انطلاقة ترف، ومع اندفاع ترف مع المركز الأول ومع المقدمة المركز الثاني. الحاضرة هجن الشحانية مع انطلاقة لبرقة واندفاع لبرقة على ثاني التحديات بمتابعة جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل. من يتابع لنا لبرقة مع المركز الثاني تندفع بشعار هجن الشحانية على ثاني المستويات. المركز الثالث الحاضر والمتقدم هنا القادم والمتواجد على المركز الثالث مع انطلاقة غزالة، أحمد بن سعيد بن عامر بن حمد النيادي يتقدم مع انطلاقة الغزالة مع اندفاعها على المركز الثالث. المركز الرابع الواصل والمتقدم شعار محمد بن ناصر بن حطاب الكعبي مع انطلاقة توافيق واندفاع توافيق على المركز الرابع. وعلى رابع المتقدمين المركز الخامس المتواجد حمد بن عبيد بالحلوس العامري يتقدم مع انطلاقة ومع اندفاعة منصفة واندفاع منصفة مع المركز الخامس. المركز السادس وسادس التحديات الوصول من شعار خليفة بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي مع انطلاقة بيان ومع اندفاع بيان على المركز السادس. المركز السابع الواصل هنا مع اندفاع اشتياق مترك بن حميان بن مترك الدوسري يتقدم على المركز السابع. المركز الثامن وثامن التحديات القدوم من شعار حمد بن محمد بن سالم الوهيبي مع انطلاقة مذخورة ومع اندفاع مذخورة على المركز الثامن. المركز التاسع الوصول والانطلاق من قبل شعار ناصر بن عبد الله بن احمد المسند مع انطلاق الطلايع واندفاع طلايع على المركز التاسع. المركز العاشر الوصول والانطلاق من قبل هجن الشحانيه مع انطلاقه فنون ومع اندفاع فنون وبمتابعه جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل. من يتابع لنا فنون على المركز العاشر. نعود واياكم الى البدايه والى الصداره بعدما اتممنا لكم النداء للعشرة المراكز المتقدمة الباحثة عن الانتصار وعن النوماس في هذا الشوط وفي هذا اليوم. نعود إلى مقدمة هذا الشوط، من بدأ يتسلل من مركز إلى مركز. هنا يتقدم شعار محمد بن ناصر بن محمد بن حطاب الكعبي مع انطلاق التوافيق ومع اندفاع توافيق على بداية هذا الشوط. تنطلق لتقود السرب لتندفع بالمركز الأول لتبحث عن الفوز وعن النوماس في هذا الشوط بشعار بن حطاب الكعبي مع المركز الأول. المركز الثاني القادم والمتواجد مع انطلاقة غزالة واندفاع غزالة حميد بن سعيد بن عامر بن حمد النيادي قادم على المركز الثاني له وهو مركز الوصافة. من يدفع لنا بغزالة على المركز الثاني؟ المركز الثالث هجن الشحانية قادمة مع انطلاقة لبرقة واندفاع لبرقة على المركز الثالث وبمتابعة جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل. من يتابع ويراقب لنا لبرقة على المركز الثالث. المركز الرابع القادم هنا الواصل شعار خليفة بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي مع انطلاقة بيان ومع اندفاع بيان على المركز الرابع. وعلى رابع المنطلقين المركز الخامس شعار سعيد بن جابر بن عبد الله بن محمد الحربي يتقدم مع انطلاقة ترف ومع اندفاع ترف على المركز الخامس. المركز السادس الوصول من ناصر بن عبد الله بن احمد المسند مع انطلاقة الطلايع
واندفاع طلايع المركز السادس والمركز السابع. اشتياق حضرت بكل قوة بشعار مترك بن حميان. بن مترك الدوسري ينطلق ويندفع على المركز السابع. إذا نعود وياكم إلى البداية وإلى حيثما بدانا من سحبت بساط المقدمة وتقدمت كي تبتعد في هذه اللحظات. هنا تنطلق وتندفع في هذه اللحظات توافيق لمحمد بن ناصر بن محمد بن حطاب الكعبي. الكعبي مع المركز الأول ينطلق بهذا الانطلاق الممتاز ليبحث عن الفوز ليرسل السلامات إلى أبناء دولة قطر الشقيقة. مع المركز الأول أبناء الشحانية محكمين القبضة بشعار بن حطاب. من يقدم لنا توافيق القادم بكل قوة؟ هنا النيادي حاضر حاضر بشعار مع انطلاقة غزالة ومع اندفاع غزالة أحمد بن سعيد بن عامر النيادي. وأيضا الوصول من حمد بن محمد بن سالم الوهيبي مع انطلاقة مذخورة. أبناء سلطنة عمان حاضرين على المركز الثاني. أيضا أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة حاضرين بشعار النيادي مع انطلاقة غزالة. المركز الرابع هجن الشحانية قدمت بانطلاقة لبرقة واندفاع لبرقة. وأيضا الوصول من المسند مع انطلاقة قد طلايع. ولكن المعركة الأمامية لا زالت مسيطرة تمام السيطرة. توافيق على المركز الأول تنطلق تندفع لحتى ذي اللحظات وهي متقدمة مترأسة هذا الشوط. ولكن راقب شعار الوهيبية مع انطلاقة هنا مذخورة واندفاع مذخورة على المركز الأول وعلى البداية وعلى الصدارة. حمد بن محمد بن سالم الوهيبي على المركز الأول. هجن الشحانية بدت بالاقتراب على ثاني التحديات تتقدم وتنطلق مع انطلاقة لبرقة واندفاع لبرقة على ثاني التحديات بمتابعتها. جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل غيرت واحتلت المركز الأول. غيرت مجريات هذا الشوط والعصف الابطان بدون أوامر تذكر. لبرقة مع المركز الأول. مذخورة الوهيبي قادمة تحاول على المركز الثاني ولكن لبرقة مع هجن الشحانية تنطلق مع المركز الأول وبدأت بالانفراد والعساف الأبطان بمتابعة جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل. تهانينا وألف مبروك لبرقة حسمت هذا النوماس. تهانينا لأبناء الشحانية. تهانينا لدولة قطر على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. هجن الشحانية حققت المركز الأول مع لبرقة. وتهانينا يا جار الله يا ابن محمد يا ابن طالب يا ابن عقيل من تتابع لنا لبرقة من حصلت على المركز الأول والعصاف الأبطان. المركز الثاني مذخورة لحمد بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثالث أحمد بن سعيد بن عامر النيادي مع غزالة. المركز الرابع كان بشعار سالم بن عبد الهادي الأملح. المركز الخامس كان بشعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود مع كفا. إذا نعود بالتهنية وبالنوماس لمالك لبرقة. هجن الشحانية ظفرت بهذا النوماس. والتهاني لمن يتابع لبرقة جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري. تهانينا وألف مبروك. التوقيت الزمني 8:09:53 من الثانية. هكذا توقيت لبرقة من حصلت على المركز الأول بشعار هجن الشحانية. أيضا التوقيت يتحطم تحت أقدام لبرقة من انتزعت المركز الأول لهجن الشحانية. تهانينا من تتابع لنا لبرقة جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل والعصاف الأبطان حصلت على أفضل توقيت لحتى هذه اللحظات في هذا الصباح.